مريم ازيك؟ احسن من تصدقني انا غلطان اني سالت عليكي. هو انا ممكن اسالك حاجه؟ طبعا. هو يعني معناها ايه اتس كومبليكيتد اللي انت كاتبها على الفيس دي؟ مش انت بتعرف تقري انجليزي؟ اه طبعا. خلاص ترجمي. طب ما انا فعلا عملت لها ترانزليت وبعدين طلعت يعني مكلكعه ومتأزمه ومعقده. بالظبط، يعني البنت اللي انا بحبها مكلكعه ومتأزمه ومعقده وبس. انت معقده. استنى يا كيمو.